تشتري الايفون 12 برو ماكس اللي هو احسن موبايلات ابل في الجيل اللي فات، ولا تبص للموبايل من الموبايلات الجديده الايفون 13 برو وال 13 برو ماكس؟ تقريبا هم نفس الموبايل. هل هم احسن بفرق كبير عن ال 12 برو ماكس؟ هل هم يستاهلوا ان انت تزود فلوس وتجيبهم؟ طيب بعد حبه كده لما الايفون 13 برو سعره يرخص شويه وفرق السعر ما يبقاش كبير ما بينه وما بين ال 12 برو ماكس، هل ساعتها هيستاهل ان انت تجيبه؟ انا جاي اتكلم معاك النهارده على كل الفروق اللي موجوده ما بين الجيل القديم والجيل الجديد، وهل الحاجات او المميزات الجديده دي تستاهل ولا لا. ده اهم سؤال عندنا. اولا التصميم زي ما انت شايف ما اختلفش كتير. الطرق اللي ممكن تعرف بيها الايفون الجديد عن الايفون القديم هو حجم الكاميرات في الظهر، لان حجم الكاميرا كبر وكمان بقت بروزها اعلى. زراير الصوت برضو نزلت شوية فبقت اسهل ان انت توصل لها، ولو ان ديت حاجة مش معظم الناس هتاخد بالها منها. غير كده اسهل طريقة الناس تعرف ان انت معاك ال 13 برو جديد هو اللون دوت، لان اللون الازرق هنا مختلف عن اللون الازرق اللي فات. المرة دي اللون الازرق هنا لونه فاتح شويتين، ممكن بيقلب معاك على رمادي حتى في بعض ظروف الاضاءة. عجبني بصراحة اللون دوت اكتر عن الازرق الغامق اللي كان موجود قبل كده. من قدام الفرق اللي ممكن تلاحظه هو النوتش اللي موجود اصغر شوية بنسبة 20%، بس بصراحة حاجة زي كده مفرقتش معايا في التجربة تماما. انا كده كده عناية خدت على النوتش، و 20% مش فرق كبير على فكرة ان انت تحس بيه قوي، فديت مش حاجة تشتري الموبايل علشانها من الاخر. فعلى الاقل من ناحية الشكل بتاع الموبايلات السنة دي مفيش تغيير كبير. اكبر ميزة كانت موجودة جديدة في الشاشة بتاعت الايفون 13 برو ما كانتش النوتش اللي صغرت، هي كانت البرو موشن. لو انت مش عارف، فالبرو موشن هو معدل تحديث الشاشة الاسرع ال 120 هرتز اللي هو موجود على فكرة في الاندرويد بقاله فترة طويلة، بس دوت اول مرة ابل تدعمه في موبايل من موبايلاتها. فالموضوع زي ما بيتقال عليه كده بيج ديل، حاجة مهمة ان انت تركز معاها جدا وان انت تبص عليها، لانها اضافة كانت منتظرة بقالها فترة طويلة. الانيميشن بتاع الايفون عموما معروف ان هو سلس جدا، فمع الريفرش ريت العالي هو بقى اسلس من اي مرة قبل كده. الاداء بتاع الموبايل والسرعة بتاعته مش هتحس باي فرق، فالنقطة ديت مش هعلق عليها اصلا. الشاشة بس هي اللي المعدل التحديث بتاعها بقى سلس اكتر، انما الاداء والسرعة بتاعت الالعاب وسرعة فتح الالعاب نفسها مش هتحس بحاجة ملحوظة قوي. لازم تحط الاتنين جنب بعض يعني علشان تاخد بالك من الفرق ده. لما بتركز مع الموضوع بتحس بنعومة الحركة، بتحس لما انت بتيجي تفتح مثلا فيسبوك او لما تيجي تفتح اي برنامج وتقعد تسكرول كده فيه وتقلب، بتلاقي ان نعومة الحركة شكلها مريح اكتر للعين. بس خليني صريح معاك، حاجة زي كده انا خدت بالي منها، انما معظم الناس اللي مش مهتمة بالموبايلات قوي ديت حاجة مش بياخدوا بالهم منها على الايفون. الانيميشن بتاع الايفون علشان طول عمره سريع اصلا، فهو دوت كده كافي بالنسبة لناس كتيرة. انما لو انت مسكت شاشة 120 قبل كده وجربتها على الايفون كمان، هتحس بالفرق الكبير اللي ما بينها وما بين الشاشة 60 هرتز التقليدية. لما تيجي كمان تقارن كده الاتنين جنب بعض، الشاشة 60 جنب الشاشة 120، لا هتلاقي الفرق واضح جدا. احلى حاجة كمان ان هو مش بيستهلك من البطارية كتير، لان هو مش شغال 120 على طول. لو انا جايب على الشاشة الخارجية كده ومش بعمل حاجة، فهو بيبقى شغال 10 هرتز بس عشان يوفر من البطارية، وبمجرد ما بقلب وبمجرد ما يبقى فيه انيميشن او فيه اي حاجة بتتحرك على الشاشة بتاعت الموبايل بيعلى تاني ل 120. لو انت بتتفرج على فيديو 30 فريم او 60 فريم، فهو برضو مش هيشغل 120 على الفاضي. ديت احلى حاجة في الموضوع ان هو دايناميك، فبيوفر في البطارية وبيديلك تجربة فعلا سلسة جدا. نروح للبطارية، وديت حاجة مهمة جدا الكلام عنها علشان موبايلات السنة ديت بقت اتقل بسبب البطارية، فمقابل حاجة زي كده لازم يديلك بطارية ممتازة، ودوت اللي حصل فعلا. البطاريات السنة ديت عملاقة، يمكن من احسن البطاريات اللي جربتها على اي موبايل فلاكشيب قبل كده، لدرجة ان ال 13 برو العادي مش النسخة الماكس احسن من ال 12 برو ماكس بتاع السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت ايفون 12 برو ماكس ما كانش مقصر معايا في البطارية، كانت البطارية كبيرة وانا كنت شايل هم الموضوع دوت لما جيت انقل ال 13 برو العادي. قلت علشان مش ماكس فهيقعد معايا بقى مدة اقصر من اللي انا متعود عليها، ويمكن دي تبقى مشكلة بالنسبة لي. انما اتفاجئت ان هو فعلا بيديني بطارية احسن من بتاعت 12 برو ماكس. التطور كمان اللي موجود في الموبايلات، الفرق ما بين 12 برو ماكس وال 13 برو وال 13 برو ماكس، هو الكاميرات. 13 برو و 13 برو ماكس جاية بنفس الكاميرات بالظبط، على عكس السنة اللي فاتت 12 برو كان جايب كاميرات اقل حاجة صغيرة جدا من 12 برو ماكس. فانا معايا هنا احسن كاميرا في الجيل اللي فات واحسن كاميرا في الجيل الجديد. التجربة في الوضع العادي معظم الوقت مش فارقة، مش هتحس بفرق في الالوان، مش هتحس بفرق ملحوظ قوي بالنسبة لك معظم اوضاع التصوير. في النهار الفرق يمكن يكون مش موجود اصلا حتى لما بتعمل زوم، وفي الإضاءة الضعيفة الفرق صغير قوي، مش حاجة انت تحس بيها او مش حاجة هتأثر معاك في التجربة تماما وانت بتصور.
لكن دوت في التصوير العادي جدا بالكاميرا الأساسية. في أوضاع تانية كتير موجودة في الستين برو بيتفوق فيها بفرق ملحوظ شوية. الكاميرا الألترا وايد مثلا اتغيرت تماما وبقت بتدخل ضوء أكتر كتير، برضو في النهار الموضوع دوت مش باين قوي بس بالليل بيفرق جدا. هتلاقي إن الصورة بتجمع إضاءة أحسن، هتلاقي إن الصورة عندك بقت منورة أكتر بكتير من الأول، فأنت بقيت تقدر تستعمل الكاميرا الألترا وايد أو الكاميرا صاحبة الزاوية الواسعة قوي، تقدر تستعملها بالليل مش شرط في النهار بس. الكاميرا التليفوتو حتى اللي هي مسؤولة عن الزوم دلوقتي بقت تقدر تعمل زوم أقرب شوية 3x وبرضه محافظ على نفس الجودة بتاعته. مش ملاحظ تحسن كتير قوي فيها بس هي بقت أقرب، وبصراحة بحب استعملها جدا مع صور البورتري، ولكن مازال ما يقدرش تعتمد عليها لو انت عايز تعمل مثلا 10x زي ما بتقدر تعمل دلوقتي مع موبايلات اندرويد كتيرة، لان هنا طبعا اول لما بتعدي ال 5x هتلاقي ان الجودة بتاعت الصورة بقت تقل جامد جدا. في عندك كمان مميزات كتيرة في الكاميرا غير مجرد الصور الاساسيه او الاوضاع اللي انت متعود عليها. ضافولك مثلا الماكرو مود، دوت وضع بيسمح لك ان انت تصور الحاجات من قريب قوي باستعمال الكاميرا الالترا وايد، وفعلا بيطلع صور مبهره، بيطلع تفاصيل كان مستحيل تقدر تاخدها من اي ايفون قبل كده. ال 12 برو ماكس بمجرد ما تقرب من حاجه جامد هتلاقي ان هو مش عارف يعمل فوكس اصلا، ولكن وضع الماكرو مود اللي اتضاف في الجيل الجديد هنا هيسمح لك تاخد صور ما كنتش تقدر تاخدها قبل كده خالص. حاجة زي كده مش هتفرق مع المستخدم العادي اللي هو بيحب يصور نفسه بس، مش هيفرق مع ان هو بيقدر ياخد صورة ماكرو، بس هتفرق مع حد بيهمه الفوتوغرافي، حد بيهمه التصوير بشكل احترافي. في هنا كمان السينيماتيك مود، دوت بيسمح لك ان انت تعمل عزل وانت بتصور فيديو، تقدر تعتبره بورتري مود للفيديوهات، هو نفس الفكرة بالظبط، وبيسمح لك ان انت تعمل فوكس على الحاجة اللي انت عايزها سواء الحاجة اللي قريبة او حاجة بعيدة. لو انتوا شخصين في الصورة بيقدر يعمل فوكس عليكم بشكل حلو جدا وقريب من الكاميرات البروفيشنال، ولو حتى هو معرفش يظبطها قوي ممكن تخش تعمل لها ايديت وتختار هو يعمل فوكس على ايه بالظبط وامتى بالظبط. ديت موجودة في الجيل الجديد بس، ال 13 برو وال 13 برو ماكس. واخر ميزة جديدة في التصوير او في الكاميرات هي الفوتوغرافيك ستايلز، هي بالظبط تقدر تعتبره زي فلتر ذكي. عارف الفلاتر بتاعت الانستجرام لما بتيجي تستعملها واحيانا بتبقى عجباك قوي بس انت ملاحظ ان هي بوظت لون الصورة شوية، يعني انت عجبك الشكل بتاع الصورة جدا بس حاسس ان الشخص اللي قدامك السكين تون بتاعته ما بقتش طبيعية، الالوان مثلا بقت متشبعة بزيادة قوي في بشرته فبقى شكل الصورة مش حلو. الفوتوغرافي ستايلز بقى واللي هي وضع في الكاميرا نفسه بيعملها بشكل اذكى بكتير، هو بيسمح لك ان انت تلعب في الكونتراست وبتلعب في التشبع بتاع الالوان والحاجات دي كلها، ولكن مع المحافظة على السكين تون والمحافظة على شكل الصورة كمجمل، ما بيعملش حاجة تبوظ شكل الصورة قوي، هو مش مجرد فلتر بيرزعه على الصورة وخلاص. ودوت ما يعتبرش مجرد إيديت على الصورة، انت بتختار الطريقة اللي الموبايل بيشوف بيها المكان حواليه. فدي كل المميزات الجديدة اللي ضافوها على كاميرا الايفون، ويمكن دي تقريبا اهم التغييرات او اهم الحاجات اللي حصلت السنة دي. الشاشة البرو موشن والريفريش ريت السريع دوت معظم الناس مش هتحس بيه. البطارية اضافة حلوة جدا بصراحة، وفرقت معايا فكرة ان انا بخرج من البيت وانا عارف ان انا مش هحتاج اشحن الموبايل في اي مكان. واهم حاجه تقريبا او اكبر تحديث هي الحاجات اللي اتضافت على الكاميرات، مش هتفرق لو انت استعملك لكاميرا الموبايل علشان تصور انت بس، لكنها هتفرق جدا لو انت صانع محتوى او فوتوغرافر مثلا. الاضافات اللي هنا عجبتني، فانت ممكن تعتبر الايفون السنه دي على فكره ايفون 12s، هو جاب لك الايفون بتاع السنه اللي فاتت، الموبايل اللي هو كان اصلا كويس وحسن لك شويه حاجات فيه. ديت مميزات لطيفه جدا ان هي تبقى في موبايلك، وهتخليك لما تبقى محتار ما بين الموبايلين دول تميل شوية ناحية الايفون 13 برو وال 13 برو ماكس، ولكن لو انت معاك اي موبايل من موبايلات الايفون 12 بنسخها المختلفة مش هنصحك ان انت تعمل تحديث، ولو فرق السعر ما بينهم في الوقت اللي انت بتتفرج على الفيديو دوت كبير فكر جديا انك تشتري حاجة من الجيل القديم. الايفون 13 برو فيه تحسينات حلوة جدا ولكن ما تستاهلش فرق سعر كبير قوي غير لو حد عارف قوي ان هو عايزها، حد متأكد ان المميزات الجديدة اللي في الكاميرا والتحسينات اللي في الشاشة حاجات هيحس بيها جدا ومش هيقدر يعيش من غيرها. دوت احسن قرار تعمله لو انت محتار ما بين ال 12 برو ماكس وال 13 برو او ال 13 برو ماكس. التطور الاكبر طبعا هيكون السنه اللي جايه مع الايفون 14 واللي هنصح ناس كتيره جدا ان هي تستناه. لو انت عجبك ستايل الفيديوهات دوت اعمل لايك للفيديو علشان تدعمني، واعمل سبسكرايب للقناه علشان تتابعني دايما بعد كده، ولو عندك اي سؤال او اي حاجه انا ما جاوبتكش عليها قولي في الكومنتات وبس كده. كالمعتاد كان معاكم احمد كمال، استنوني في الفيديو الجاي.